يسوع جه وقال أنا الكرمة الحقيقية، كنت كمال الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتزيع بشرة وسرور وبتطرد كل هموم. نخلي رسالة الكرمة توصل كل البشرية. أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكرمة مباشر. في بداية الحلقة أحب أرحب بضيف حلقتنا الغالي علينا جدا، ربنا بيستخدمه بركة في كل مكان. معانا النهاردة قدس أبونا بطرس رشدي، راعي وكاهن كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم القاهرة. أهلا بيك يا قدس أبونا. أهلا بيك يا منال، مبسوطة أوي أكون معاك ومتباركين بوجودك معانا في الكرمة. أنا كمان الحقيقة لما ببقى معاكي وفي الكرمة بحس أنه أنا جوه الكنيسة. إحنا فعلا بنحس أن إحنا جوه الكنيسة لما بنيجي الكرمة، لأن ربنا حاضر دايما. وأول ما بندخل الاستوديو حقيقي أنا في كل مرة باجي المكان دوت وبخش الاستوديو بحس أنه حضور ربنا دايما موجود، وحضوره دايما بيسبق حضورنا. مصدقين النهاردة أنه في بركة خاصة لينا، أولا للمشاهدين النهاردة، وإحنا النهاردة بنتعلم عن الرب يسوع إلهنا راعي الخراف العظيم بحسب موضوع حلقتنا النهاردة. بس قبل ما ندخل في موضوع الحلقة عايزة أطلب من قدسك تطلب بركة الرب على الحلقة وعلى المشاهدين وعلى كل بيت النهاردة، يجي الرب بروح قدس كده ويستعلن في كل بيت راعي الخراف العظيم، فما نخافش ونتملي بالإيمان ونلتصق برعينا الأمين الساهر على كلمته ليجريها في حياتنا. أمين أمين. يا رب يسوع احنا بنباركك وبنعظمك وبنشكرك، انت راعي نفوسنا العظيم، انت اللي حبيتنا يا رب، وانت اللي دورت علينا، وانت اللي اهتميت بينا، وانت يا رب اللي فيك كل الرعاية. ولما لقيت يا رب ان احنا في خطر كبير قوي والموت محكوم علينا، انت جيت كراعي عظيم، وضعت نفسك من اجل كل الخراف، وضعت نفسك من أجل كل نفس. افتح عينينا يا رب، افتح عينين كل المشاهدين، افتح عينين كل الناس على شخصك ليكتشفوا ويعرفوا يا رب أنك أنت الراعي العظيم الحقيقي الصالح. ادينا أن احنا نتلامس معك، نتلامس مع حبك، مع رعايتك، في اسمك نثق أنك سمعت واستجبت. أمين. لما بنيجي نتكلم على راعي الخراف العظيم زي ما اتكلم عنه بولس الرسول وقال انه اله السلام اللي اقام راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح من الاموات بدم العهد الابدي، بنيجي ونقف كده ونقول هو ده راعينا. لانه حتى العهد القديم واشعياء اتنبأ انه يخرج منك مدبرا يرعى شعبه. عايز اروح شويه للعهد القديم، ولما ربنا استعلن كده نفسه لشعبه في القديم واستعلن نفسه لموسى وقال له قبل ما يرسله للشعب، وهو بيرسله للشعب قال له روح للشعب وقول لهم في الكلام ده في خروج 3 وعدد 14 أهيا الذي أهيا، أنه أنا يهوه إله أباكم، إله أباكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا اللي بأرسلك ويكون اسمي ده إلى الأبد ويكون ذكره من دور إلى دور. والرب لما أعلن عن هذا الاسم اللي هو يهوى كان عايز يقول أنا الإله المتواجد الحاضر دائما المتاح دائما اللي أنتوا تقدروا تقربوا مني في كل وقت. اختبر برضو إبراهيم نفس الأمر دوت لما جه يقدم إسحاق ذبيحة، وهو على جبل المورية وبيقدم إسحاق ولقى أنه الرب دبر الذبيحة وأوجد الذبيحة وقال الكلام ده أنه يهوى يرأى
واستعلن لي اسم آخر لله، هو يهوى يرى أو جهوفا جايرا، الإله الذي يرى الاحتياج ويسدده، وسمى الجبل يهوى يرى. هذا الإله تكلم برضه في العهد القديم، جه الرب يسوع وزي ما قلنا أنه جه مدبرا يرعى شعبه، وهو راعينا العظيم، قال أنا هو الراعي الصالح، وقدم دلالات على أنه هو الراعي الصالح زي ما هنتعلم النهاردة. قبل ما نخش في الموضوع منال، أنا بحب قوي إن إحنا نقرأ مزمور 23. أيوة، أشهر مزمور وأحلى مزمور، أحلى مزمور عن تقريبا الرعاية. عن الرعاية. أيوة. والمزمور ده كتبه داود لما اختبر يهوى يرى، لما اختبر رعاية الرب ليه في كل الأمور اللي مشي بيها. أيوة. اختبر رعاية ربنا لما كان وهو بيرعى الغنم، اختبر رعاية ربنا قدام الأسد والدب، اختبر رعاية ربنا قدام شاول، اختبر رعاية ربنا قدام داود. ده قصة قصة يعني. حقيقي. فلما كتب المزمور ده رغم ان هو مزمور كله 6 أعداد، ولكن مزمور من مزامير الجبابرة، مزمور رهيب يعني. حقيقي. 6 أعداد لكن ممكن الواحد يقعد يوعظ فيهم ويتكلم فيهم ويتأمل فيهم أيام وسنين وشهور يعني. يس. فأنا حابب إن احنا نختبرهم يعني. عايزين النهاردة نختبر المزمور ده في حياتنا. يعني الرب يدينا كلنا إن احنا نختبر اللي اختبره داود. أمين. وأنا أعتقد أمين. إنه فينا كل الناس يعني لو تفكر شوية هتلاقي إنه هو الرب أمس واليوم الأبد، هو اللي عمل مع داود، هو اللي بيعمل دلوقتي مع كل واحد فينا. بس هي احنا يعني احيانا بتبقى عينينا المقفولة والقشور اللي موجودة على عينينا بتخلينا ما بنشوفش الرب بيعمل ايه كراعي صالح. ايوة. فالمزمور بيقول الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربضني، الى ميات الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني الى سبل البر من أجل اسمه. وحلو قوي من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي، مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعاني كل أيام حياتي هللويا، وأسكن في بيت الرب في إلى مدى الأيام. رائع قوي داود. قوي. رائع قوي. اختبر اختبار حقيقي في كل خطوات حياته قد إيه الرب صالح وراعي صالح. أيوة. وعايز أقول إنه الإله الصالح والرب الصالح والراعي الصالح مش بس لداود. Yes. لكل الخراف اللي تتبعه. Mm. ولكل إنسان يتبعه، لكل شخص يسلم حياته لي، هو الرب راعي صالح عظيم لي. علشان كده احنا الموضوع النهاردة يعني انا من ساعة ما عرفت الموضوع وانا الروح مالك يفكرني بكل اللي عمله معايا الرب على مدار 58 سنة. Yeah. لدرجة انه من كتر ما فكرني بأمور مئات وألاف الأمور أنا مش قادر أستوعب. إيه ده رب؟ هو أنت كنت في الموقف الفلاني 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 الفلاني؟ أنا ما كنتش ساعتها شايفك، ما كنتش واخد لي بالي، ما كنتش عارف. وكأنه بيقول لي أنت ما كنتش واخد لي بالك، ما كنتش شايف، بس أنا شايف. Yeah. أصل أنا الراعي الصالح، مبارك أنا اسمي. اللي بسهر، أنا اللي ما بنامش، أنا اللي عيني عليك طول الأيام، من أول من قبل ما تصورت في بطن الأم إلى آخر يوم أنا عيني عليك أساسا. مبارك اسمه. وكل ما فكرني بقد إيه عظائم الرب
اللي بتيجي في الهزيع الرابع واللي بيعلن وجوده حتى لو انا مش شايفه ويعمل ساتر ليا ويعمل حاجز ليا ويبقى ترس ليا، لا يعني انا في دهش من ساعه ما قعدت الهج واقرا في الموضوع الحقيقه. ايوه موضوع مهم. yeah. انا زيك في نفس الدهش، بس يعني انا اختبرت اصلي قوي الكلام دوت قريب. انا ما كنتش عايزه اقول ده، بس انت باقضتني للامر. انا عملت حادثه كبيره جدا، كنت هموت، حادثه صعبه، والعربيه اتقلبت بيا من على الفري واي ونزلت في ديتش غويطه وتعلقت العربيه بيا وكانت هتتقلب. بس اختبرت كل المزمور ده، لان انا في اللحظه دي حسيت انه ماي تايم ان انا ارحل للرب. وفعلا انا صرخت ويعني والعربيه بتنزل بسرعه وانا خلاص مش عارفه انا بنزل فين. صرخت قلت له يا رب انا بسلمك حياتي. ساعتها كنت متوقعه اني خلاص انه ديت النهايه، لكن بعد شويه بعد ما فقت يعني اغمى عليا وخبطت دماغي يعني وجالي ارتجاج وحاجات زي كده. بس بعد ما فقت وانا بقى في الحادثه وادركت ان انا لسه موجوده، حسيت انه ايد الرب شايلاني ومحوطاني في لحظه واحده. وده مش بيحصل هنا كتير في امريكا، انه ممكن حد يجي لك يعني يجي لك وفي حد ركن عربيته ونزل للديتش دي، والديتش دي غويطه وممكن يكون فيها تعابين او عقارب لان هي في جبل. فنزل لغايه تحت وجالي وخبط لي على الازاز واتكلم معايا وفضل يشجعني ويقول لي انت كويسه، انت لاكي، انت ربنا اداكي عمر تاني. وانا ما كنتش برد طبعا من الصدمه وكنت بترعش، بس فضل واقف معايا وماسك ايدي طول الوقت وقال لي انا مش هسيبك لغايه لما البوليس والاسعاف يجوا. يمكن البوليس والاسعاف اتاخروا، بس رب بعت لي الشخص ده يفضل واقف ويشجعني. بس انا في كل الحادثه دي كنت شايفه وحاسه بايد الرب المحوطاني واللي سنداني. وفعلا زي ما قدسك قلت، انا انت بتلهج في الكلام ده وبتشوف فعلا بنشوف على مدار العمر بطوله قد ايه يا رب انت كنت الحامي والمسدد والمسدد كل احتياج والشافي والمدافع والمحارب عننا في كل وقت وفي كل في الظروف، حتى وان سرته في وادي ظل الموت. ده حقيقي مبارك. عشان كده انا بشجع كل واحد سمعنا واقول له اطلب الرب. ايوه ما دام يوجد اعظم راعي وعمره ما هيسيبك وعمره ما هيتخلى عنك ابدا. ممكن الناس كلها تتخلى عنك صح، لكن الرب الراعي الصالح استحالة. أيوة. ممكن الناس تخذلك، الرب الصالح استحالة. ممكن الناس تشك فيك وممكن توجه لك كمان اللوم في أمور كتير. أنا عمري ما شفت ولا حسيت أن الرب وجه لي لوم حتى وأنا في الضعف، ولكن ده الشريط اللي أنا شفته خلال الأيام اللي فاتت وأنا بلهج في الموضوع. ويقول لي أنا في الموضوع الفلاني فاكر لما طبطبت على كتفك، فاكر لما خدتك في حضني، فاكر لما حسستك وشعرت في الموضوع الفلاني بالدفء إن أنا أنت جوايا وأنا محتويك، فاكر لما أنت صمت وأنا اللي دافعت عنك وانا رديت مكانك في الموضوع الفلاني، فاكر لما انا لجمت البحر. أيوة. من اجلك. ايوه فانا الحقيقه مش عارف احضر اقول ايه من كم اللي ربنا حطهولي قدامي على مدار السنين.
مبارك وعلى اسمه. مدار الأيام اللي فاتت مبارك اسمه. أنا بقول لكل واحد سمعنا، الرب الصالح الراعي الصالح ده مش أنا بس اللي عمل معي كده، ده لينا كلنا، معانا كلنا بيعمل كده، ومع كل شخص يسلم له الراية ويسلم له حياته ويخش ويبقى من ضمن الرعية ومن ضمن الخراف، هو الرب هيعمل كده. وده اختبار تاني خالص yeah. علشان كده داود داقه ولمسه، وازاي قدر يقول انه الرب راعية فلا يعوزني شيء. رغم انه في الوقت في اوقات كتير داود كان يحتاج الى سند، يحتاج الى معونة، يحتاج الى غذاء، يحتاج الى تعضيد، ولكن كان كل مرة يرفع عينيه لفوق كان الرب يعرف يسدد له كل الاحتياج وكل اللي محتاجه، ان كان نفسي او روحي او جسدي، بطرق لا يمكن تخطر على قلب ولا فكر بشر. يعني احيانا احنا، يعني انا شخصيا احيانا وانا في الحياة مع ربنا بفكر بفكر البشري، انه الله هيعملها بالموضوع الفلاني، ايوه، ولاقي او عن طريق فلان او عن طريق حد، ولاقي الرب يشيل كل السندات اللي انا بسند عليها بفكر البشري. ايوه، واجي اقول له يا رب طب اوكي، يعني ده تخلى عني، ولاقي الرب يعملها بطريقة تانية استحالة تيجي على بالي، تخطر على بالي، استحالة. أيوة. ويقول لي مش أنا قلت لك، أنا مش عايزك تحط عينيك على حد، أنا عايزك تحط عينيك علي أنا بس. إحنا محتاجين نتعلم إن إحنا نحط عينينا على يسوع الراعي الصالح. أصله هو صالح. يس. ونثق ونصدق في صلاحه دايما معانا. بالظبط. أصل الراعي الصالح ده ليه مواصفات خاصة. أيوة. ما هو في راعي تاني، بس الكتاب بيقول عنه راعي أجير. أجير. الراعي الأجير كل اللي يهمه مصلحته بس. كل اللي يهمه أنا عايز إيه. كل اللي يهمه إنه حتى لو على جثث الآخرين يطلع، هو ده اللي يهمه، ده الراعي الأجير. الراعي الأجير ممكن يقدم الناس عشان تذبح علشانه، عشان تموت علشانه، عشان تبذل عشانه، عشان تدفع عشانه، ولا يكتفي ولا يشبع، لأنه راعي أجير ما يهموش غير نفسه. ولما يلاقي الخطر جاي، أول من على رأي الصعيد يقولك يحط ديل الدلبية في سنانه ويجري، هو الراعي الأجير، ويسيب الخراف يتخلى عنهم بسهولة. اللي يموت يموت، اللي يهلك يهلك. لكن مواصفات الراعي الصالح مختلفة تماما تماما. يعني تفتكري ايه مواصفات الراعي الصالح؟ اول حاجة في مواصفات الراعي الصالح انه بيحب الخراف جدا، ودي القاعدة الأساسية. والحب اللي بتكلم عنه الحب البلا مقابل. يسوع حبنا بلا مقابل، مش حبنا علشان احنا حلوين، ولا حبنا عشان احنا مميزين، ولا حبنا عشان احنا بنخدم، ولا حبنا علشان احنا بنقدم، ولا حبنا علشان احنا بنعمل حاجة او نستحق، ولا عشان نستحق. ده حبنا واحنا في الزبالة، حبنا واحنا بلا قيمة وبلا مكان وبلا صورة، حبنا واحنا مشوهين، حبنا واحنا ميتين اساسا. أيوة. عشان كده الكتاب يقول ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه. طب احنا رب، احنا يعني احنا وحشين خالص من كل حاجة، احنا احبائك. الصفة الأولى للراعي الصالح إنه بيحب الخراف قوي.
مش علشان اي حاجه فيهم. ايوه عشانهم هم بس، مش عشان اي ميزه. احنا ما فيناش اي ميزه، حبينا عشان يسوع. عشان كده الكتاب يقول انه جاء مش عشان الابرار، جاء عشان الخطاه، جاء علشان المصدره الغير موجوده، جاء علشان اللي ليس ليهم صوره ولا جمال، وبقى هو بلا صوره وبلا جمال عشان يدينا احنا الجمال والصوره. مبارك اسمه. عشان كده اول صفه في صفه الراعي الصالح انه بيحبنا. يس. وعشان بيحبنا هو بذل نفسه لاجلنا. يس. الراعي الصالح يبذل نفسه. صفه من صفاته انه يبذل نفسه من اجل الخراف. لو تفتكر كده ادانا مثل في الكتاب المقدس هو عن الراعي الصالح. مثل الخروف الضال. انت متخيله انه طب هو يعني خروف بسبب انه هو ما مشيش ورا الراعي وما مشيش ورا مع الخراف الخراف وحود لوحده تاه وضل وراح وسط الذئاب. شيء طبيعي بالفكر العادي انه الراعي يعني خلاص ما انا معايا 99 يعني هو اللي مشي ما فيش مشكله، يعني ما فيش مشكله واحد يعني. لكن المثل اللي قاله المسيح لانه ده اللي عاشه لاجلنا، ساب 99 لانه عارف ان دول في امان في حظيرته، وقعد يدور على الخروف الواحد اللي تاه. ولما وجدوا بين الاشواك، وجدوا وسط الذئاب، قدر يقتحم الاشواك والذئاب عشان يجيب الخروف. ويا للعجب في المثل، يقول كده الكتاب عنه انه شاله وحضنه، حطه على منكبيه وشاله على كتفه. طب ده هو اللي ضل، طب هو اللي مشي، ده هو اللي راح، هو اللي ما سمعش صوتك، هو اللي بعد. بس حبيبي اصل انا بحبه. ده الراعي الصالح. فكرتيني بقصه. كان في مدرس في مدرسه، وبعدين كان جاي تفتيش، فدايما في الاماكن زي دي بيدخلوه احسن فصول واحسن حاجه يعني. فدخلوه فصل احسن فصل في المدرسه. وبعدين الفصل ده فيه المفروض عدده 40. ففي 39 ولد، 39 كشكول، وانضف حاجه. المفتش ما كانش مسيحي. والمدرس كان مسيحي. فاول ما قدم له طبعا بافتخار بقى 39 كشكول. و39 ولد. فقال له يا استاذ امال فين الرقم 40؟ استغرب المدرس، ايه ده يعني؟ ده احسن فصل. فقال له ده احسن فصل يعني؟ قال له اه، بس انت ما سمعتش المثل اللي في الانجيل عندكم اللي بيقول انه ترك ال99 وراح يدور على الخروف الضال. عملت ايه في رقم 40 يا استاذ؟ انا عايز اقول النهارده ان الاستاذ ما عملش حاجه في رقم 40، بس الرب راح ورا رقم 40 لغايه ما جابه وشاله عن مكبيه وعالجه. اصله راعي صالح. عشان كده نمره واحد الراعي الصالح من صفاته الحب اللي يخليه يعمل ايه؟ يبذل نفسه عن الخراف. نمره اتنين مش بس يبذل نفسه، كمان يسهر على الخراف. أنا ساهر على كلمتي. أنا الرب الراعي الصالح لا ينعس ولا ينام. ليه؟ لأنه سهران على خراف. طب الراعي الأجير مش فارق معاه، اللي يموت يموت، اللي يعيش يعيش، اللي يروح يروح، المهم ان انا باكل وبشرب يعني. المهم ان انا الكل عند رجلي، المهم ان انا اكتر حد موجود يعني. الراعي الصالح
مش اكتر حد بيقول انا موجود، بيقول انا اكتر حاجه انا ببذل، اكتر حاجه انا بقدم، اكتر حاجه انا بخدم، اكتر حاجه انا سهران على اللي تعبان واللي مريض واللي مكسور واللي مجروح واللي محتاج سنده واللي محتاج تعضيد واللي محتاج ادافع عنه، سهران على رعايته. يبقى نمره اتنين من صفات الراعي الصالح انه بيعمل ايه؟ بيسهر على خرافه. مش بيسهر على خرافه بس كده، ده بيسهر على خرافه علشان يريحهم. عشان كده ده بيقول ايه؟ الرب راعي فلا يعوزني شيء. ايه ده؟ اصله راعي صالح. الصفه الثالثه للراعي الصالح، يعرف خصته، انه ما حدش يقدر يخطف منه ولا خروف ولا حتى المكسر ولا حتى اللي جربان ولا حتى اللي تعبان ولا حتى اللي ما فيهوش امل ولا حتى الخروف اللي ملوش قيمه في نظر الناس، ولا حد يقدر ياخده مني. كتاب بيقول كده، نقشتكم على كفي من يمسكم يمس حدقة عيني. أصله راعي صالح. والراعي الصالح عنده الخروف السمين والخروف الضعيف والخروف القوي والخروف المجروح، كلهم خرفان بتوعه، كلهم ليهم نفس القيمة، كلهم ليهم نفس الحقوق، كلهم ليهم نفس كل ما هو للمسيح ليه. عشان كده نقول نمرة ثلاثة ايه؟ انه ما حدش يقدر ايه؟ لا يخطفهم من يده. هو قال كده. اقول لك الآية اللي قالها، قال كده هو في يوحنا 10 واصحاح 27 عدد 27 و 28 يقول خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. ايه ده؟ الصفه الرابعه للراعي الصالح انه يعرف الخراف باسمائها. ده احيانا احنا نبقى في ناس بنحبهم قوي ونقدرهم قوي ونحط لهم قيمه قوي 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 كده ونكبرهم قدام عينينا، ولما نروح نقابلهم انت مين؟ يا انت مين؟ ننسى اسمائهم. انا بحبك قوي، ده انا اللي عملت، ده انا يعني خدامك، ده انا بخدم كذا وبعمل كذا. تعالوا نشوف الفرق بين يسوع الراعي الصالح وبين الراعي الأجير. والراعي الأجير، الراعي الصالح يعرف كل خروف باسمه، كل نفس باسمها. الرب قال إيه لأرميا لما قاله من قبل أن تولد أنا صورتك وعرفتك باسمك. باسمك أنت لي، أنت لي. أنا عايز أطمن كل واحد سمعنا وكل واحد حاسس أنه ربنا نسيه وحاسس أنه ربنا مش واخد لباله، جايز بسبب الظروف الصعبة وجايز بسبب الضيق وجايز بسبب الاضطهاد وجايز بسبب الأتعاب اللي بيقابلها، فحاسس أن ربنا مش سامعه ومش شايفه ومش عارفه. لا، أنا عايز أقول لك يا عزيزي النهاردة الكلام ده مش صح خالص. ده فكر ابليس علشان يدخلك في يأس ويدخلك في كآب ويدخلك في دوامه وفي سكه عشان يبعدك عن الرب، عن الراعي الصالح. لا، الراعي الصالح عارفك باسمك وعارف المشكله بتاعتك وعارف الضيقه بتاعتك وعارف اللي مضايقك مين وعارف الموضوع الفلاني ايه، وهتشوفه في الهزيع الرابع. حتى لو جه في الهزيع الرابع هتشوف هو عارفك باسمك وعارف مشكلتك شكلها ايه، حتى لو في ظل الموت. حتى لو في ظل الموت زي ما داود بيقول. يس، هللويا. واكتر حاجه ابليس بيحاربنا بيها انه بيحاول يغشول على عينينا ويغش كده، يحط لنا غشاوه على عينينا عشان ما نشوفش انه هو عارفنا باسمائنا وانه عارف مشاكلنا وعارف
احتياجاتنا وعارف كل حاجة وداخل في كل حاجة، بيحاول يقفل ويغمي الحتة دي عشان يعرف يستفرد بينا. لكن النهاردة الكتاب بيقول غير كده خالص، يقول كده ايه في يوحنا 10 صح عدد 3، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. يا رب انت عارف اني باسم، انت عارف موضوعي ومشكلتي. اي حبيبي انا عارف، ما انا ابوك اصلا. صدقوني يمكن الاب الجسدي ما يعرفش احتياجي كابن، وامور كتير يمكن ما ياخدش باله منها، لكن عايز اقول ان الرب الراعي الصالح ابويا يسوع عارف حياتي بتفاصيلها، باقل تفاصيلها زي ما المرنم بيقول، وعارف ايه اللي يريحني وعارف ايه اللي تعبني وعارف كل حاجه كل حاجه. واول ما بيتدخل بيتدخل في الوقت المناسب اللي فيه مجد. ربنا مش بيدينا على قد اللي احنا عايزينه، صحيح، ولا بيعمل على قد ما احنا عايزين بفكرنا، صحيح. الرب بيعمل حاجة تاني خالص فوق توقعاتنا، فوق توقعاتنا نهائيا، بمجد غير عادي يليق به هو، أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، عشان يليق به هو مش يليق بي أنا. أنا قريت آية في المزمور اللي احنا قريناها، ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. الرب لما بيعمل حاجة معايا كابن بيعملها مش عشان على قد اللي أنا عايزه، بيعملها على قد اسمه هو، مبارك اسمه. ولما بيعمل على قد اسمه هو بتفجر الدنيا. الناس كلها تضرب كف على كف، ازاي ده؟ زي ما انت كنت بتقول الاختبار، ازاي واحدة تنزل بالعربية من فوق وتج شمال ويمين ويتعلق؟ لسه كنت عند ناس حبايبي بيحكوا لي على بنتهم نفس القصة، فعملت حادثة بالعربية وطلعت من فوق بتاع عشان تحتيها نفق باين او حاجة، والعربية تطلع وتتعلق فوق شجرة. يعني مش بس كده، يحكوا لي بيقولوا انه بتحكي بتقول انه حد خدها من العربية طلعها برا العربية وحطها كده على جنب، والعربية متعلقة في الشجرة. الناس جت والبوليس جه، كل اللي بيسألوا ازاي انت طلعتي وقفتي هنا، ازاي طلع حد خدك، ازاي وانت اساسا في الهواء. الرب اللي بيعمل، ولما الرب اللي بيعملها بيعمل حاجة على قد مستوى هو، على قد مستوى هو، مش على قد مستواي أنا. بس أهم حاجة أكون أنا فيه هو، على قد ما هو بيعمل، بيعمل على قد مستوى. عشان كده نمرة 4، يعرف من صفاته خرافه بأسمائه. هو ده الراعي الصالح، هو ده الراعي الصالح. فعايز أسأل سؤال، يعني بسأله لكل المستمعين، طب أنا اختبرت الراعي الصالح، أنا ليه مش شايف ده في حياتي؟ أنت مش قادر مش قادر إزاي تشوف يسوع الراعي الصالح؟ طب ممكن اقول لك، قول له انا عايز اختبرك، عايز اعرفك، افتح عيني عليك عشان اقدر اشوف اللي بسمعه دلوقتي هيعمل ايه هو. عجائب وامور ما نتوقعهاش. متهيألي لما بنسمع كلام زي كده عن الراعي الصالح وقد ايه محبة ربنا العظيمة اللي بتفوق كل حدود،
تخلينا نقف خجلانين، نحس ان مش من حق، يعني مش من حقنا نخاف. احنا ليه بنخاف على حياتنا وامورنا؟ خايف على اكلنا وشربنا، وهنسكن فين وهنعيش فين وهنعمل ايه ونربي ولادنا ازاي، سبيشلي في الايام الصعبه اللي كل العالم بيعدي بيها. في اماكن فيها مجاعات حقيقيه، في حروب حوالينا في كل حته، مخاطر من كل حته، غلاء من كل حته في كل حته. ويمكن الناس كلها بتصرخ دلوقتي من الغلاء، وبنسمع كتير شكوى باستمرار بسبب ضيق الحال وظروف ضيقه، وكأن ربنا بعيد عن هذه الامور ومش شايفنا، مش حاسس بأنيننا واوجاعنا. متهيألي داود عدى في كل الحاجات دي، يعني عدى في المخاطر، مهدد وهربان طول الوقت من شاول، ومعرض للقتل طول الوقت، مطرود من ملكه وهو ملك، عايش مطارد من ابنه في وقت من أقرب المقربين إليه، جاز في أمور صعبة جدا، لكن في كل أمر اختبر، زي ما ابتدينا من بداية الحلقة، اختبر هذا الإله، شافه عن قرب. ازاي النهاردة نختبره؟ أو مش عايزة أنقل بسرعة، لو في صفات تانية ممكن نكملها في هذا الراعي، بس أنا عايزة أروح للحتة العملية. أنا عايزة أعيش الحياة دي، يعني أنا كلي أشواق، ويمكن النهاردة في ناس كتير بتقول أنا عندي الأشواق دي، أنا عايزة أختبر وأشوف هذا الإله الراعي الصالح لحياتي. أول حاجة منال، أنه علشان أقدر أختبر الحياة دي، نمرة واحد، أكون أنا من ضمن الخراف. ما هو أنا ما ببقاش من بعيد ومش من ضمن الخراف، ولسه ما ليش علاقة، ولسه ما اختبرتش يسوع، ولسه ما خدتش يسوع في حياتي، ولسه ما سلمتوش حياتي، وأدخل أقول أنا عايز أختبر الراعي الصالح. لا، الراعي الصالح بيرعى الخراف. الخراف مين؟ خاصتي، تعرفني، فهمني. فأول خطوة أعملها إن أنا أكون من ضمن الخراف، وده بطريق واحد بس، ملهوش سكة تاني. أيوة. إن أنا أبقى من ضمن الخراف، إن أنا أسلم قلبي وحياتي للراعي الصالح، وأقول له أنا اقبلني أبقى من ضمن الخراف بتاعتك. ده أول خطوة. وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. أول ما أنا بقبله في قلبي وفي حياتي وبسلمه حياتي، أنا اتنقلت من شخص بره إلى شخص جوه في الحظيرة، من العبودية للبنوية، من الضلمة للنور، من الجداء للخراف. ده أول خطوة. أول حاجة لازم أكون خروف، يعني أبقى ابن. ابن بالظبط. علشان ولما أقول خروف، أنا مش بقوله خروف اللي هو خروف كحيوان، علشان في ناس بتتريق على الاسم ده، هم مش فاهمين. طبعا مش فاهمين انه معناها ايه. اصل ليه الكتاب شبه الانسان اللي في الحظيره بالخروف، يعني وشبه المسيح براعي الخراف العظيم، وبانه هو الخروف المذبوح، لانه الخروف الخروف نفسه نمره واحد، ده اشاره للذبيحه. في العهد القديم كانت ذبيحه الخطيه اللي بتقدم من اجل تبرير ومن اجل غفران الخطيه هو الخروف، من خلال دم الخروف. وفي ساعه سفر الخروج كان شرط اساسي انه بدم الخروف يتحط على العتبتين والقائمه، فيجي الملاك المهلك يعدي ما يخشش يعمل حاجه في البيت اللي عليه الدم. عشان كده شبه المسيح بالخروف، لانه ده الفصح، ده خروف الفصح، ده خروف اللي من خلاله الدم اللي بيغفر الخطايا وبيخلي ملاك المهلك، ملاك الموت يعبر. فهمني؟ ولما قال كده، لانه الخروف كمان من اطيب الحيوانات، الحيوانات الطاهره، من اطيب وطاهره كمان، من اطيب الحيوانات. يعني الخروف يمشي ورا الراعي بلا شرط ولا قيد، فهمني؟ بلا شرط ولا قيد.
وعشان كده شبه بالخروف، لأنه الخروف على قد بساطته، على قد طيبته، وعلى قد ما هو يرمز للذبيحة. فعشان كده احنا بنقول انه راعي الخراف مش معناها ان احنا خرفان، لا، معناها ان احنا نتبع الراعي الصالح بكل قلبنا بلا شرط ولا قيد. فاهميني؟ نمرة. استأذنك قبل ما نكمل نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. احبنا نطلع لفاصل ونسمع ونصلي الترنيمة دي مع بعض، ونرجع نكمل مع بعض موضوع حلقتنا راعي الخراف العظيم.
احبائنا اهلا بيكم مره تانية معانا في الاستوديو ونكمل معاكم موضوع حلقتنا راعي الخراف العظيم ومشرفنا وجود قدس ابونا بطرس رشدي. اهلا بيك يا اهلا بيك يا منى. كنا بنتكلم قبل ما نطلع فاصل ونسمع الترنيمه الرائعه دي، يا رب راعيه فلا يعوزني شيء، حسب المزمور الموضوع حلقتنا وتاملنا النهارده. قبل ما نطلع الفاصل كنا بنتكلم على انه علشان اتمتع بهذا الراعي واختبر هذا الراعي لازم اكون من الخراف، لازم اكون من ابن لهذا الاله العظيم الراعي العظيم، ومش هقدر اكون هذا الخروف اللي بيتبع الراعي بتاعه غير لما اكون بعرفه وبسلمه وبديله حياتي بالكامل وبلتصق به. انا عايزه اروح لحته تانية، وازاي ايه اللي بيميز الخراف؟ ايه اللي يقول ان انا فعلا خروف بيتبع الراعي بتاعه؟ وبيتميز بايه الخروف ده؟ بانه بيسمع صوت الراعي. يعني ده اول حاجه بيتميز الخروف، خرافي تسمع صوت، انه زي ما قال الكتاب انه خرافي تسمع صوته. طب اللي ما يسمعش صوته مش من ده الخروف؟ اول حاجه تميز الخروف اللي يتبع الراعي الصالح انه الخروف بيسمع صوت الراعي، بيميز صوت الراعي، بيعرف صوت الراعي. يعني انا مره، انا من الصعيد يعني اساسا، وكان في ناس عندنا جنبينا عندهم غنم وعندهم حيوانات وعندهم خرفان والحاجات دي. كنت بستغرب جدا وانا صغير، ما كنتش فاهم طبعا الموضوع، بس فهمته بعدين من خلال الكتاب المقدس. كان الراجل صاحب البيت وصاحب الخرفان دول مجرد ما يجي بس من في الشارع ويمشي ويتنحنح كده او يكح، تبص تلاقي الخرفان بتاعته زي الصاروخ حواليه، مميزه صوته. طب ما ناس كتير بتكح وناس كتير بتتكلم يعني ولا حاجه، وده مجرد بس ما الراجل صاحبهم يكح او يتكلم تبص تلاقي ودانه كده وقفت ويدور كده ويعرف يطلع على فين، على الراجل يعني، ويقعدوا يتمسحوا فيه كده ويقعدوا حواليه. انا كنت بستغرب يعني ازاي ده بيعمل كده يعني. اتاري انه كتابيا هو ده اللي بيحصل، انه الخروف الحقيقي اللي بيتبع الراعي هو اللي يقدر يميز صوت الراعي ويسمع صوت الراعي ويقدر يعرفه. عشان كده يقول المسيح نفسه قال كده انه خرافي تسمع صوتي وتعرفني. ازاي بقى نسمع صوته؟ ازاي الخروف تكون عنده هذه الحساسيه وودان المفتوحه اللي تخليه بسهوله يسمع الصوت ويميز ان ده صوت الراعي؟ انا هقول لك حاجه بسيطه يا منى، من قبل ما انت تعرفيني كويس، انا لو اتصلتك بالتليفون هتقولي لي ايه؟ مين حضرتك؟ صح؟ تاني مرة ممكن الصوت ده مش غريب علي، انا فاكراك بس يعني فكرني كده، طب اتكلم شوية صح؟ وشوية بعد كده ايوه انا فاكر صوتك. الو ايوه يا ابونا ازيك؟ ايه ده؟ هو انت عرفت صوتي؟ انا عارف خلاص، ما انا وداني اتدربت امتى؟ لان كل ما اتكلم كتير كل ما بقدر الصوت يطبع فيا ويطبع في وداني يطبع في ذاكرتي. نمرة واحد عشان أقدر أسمع صوت الراعي وأميزه، نمرة واحد ألتصق بيه، التصاقي بيه بيطبعني بطبعه، بيعرفني، بيطبع صورته وصوته ونبراته ونفساته وأنفاسه وكل وشخصيته فيا. فمجرد انا مش بعد شويه عشان انا ملتصق بيك مش محتاج اقول مين ده ولا مش مين ده، مش محتاج اعمل مجهود عشان اميز، انا بعرفه على طول. فاول حاجه علشان اقدر اميز صوت الراعي واقدر اتبعه من غير شرط ولا قيد، نمره واحد التصق بيه. عشان كده من الالتصاق بالرب هو ده أول حاجة تخليني أقدر أميز صوت ربنا.
أقدر أفهم ربنا عايز مني إيه. نمرة واحد. نمرة اتنين، أقرأ كلامه. من يحبني يحفظ كلامي. أنا لو مش بقرأ كلامه هميز صوته إزاي يعني؟ يعني إزاي؟ مستحيل. لازم يبقى عندي علاقة بكلمته. لازم يبقى عندي علاقة بيه هو وبكلامه. بكلامه. أسمعه ويسمعني، أكلمه ويكلمني. هي دي الالتصاق بالرب، هي دي العلاقة اللي أقدر أسمع بيها صوت ربنا. هو ده اللي أقدر أسمع بيه صوت ربنا. من خلال الروح القدس اللي جوايا أقدر أميز صوت ربنا. في الأول بتدرب زي ما كنا بقول من شوية، أنا بقرأ الآية. في الأول بحاول أعرف ربنا عايز إيه. شوية شوية كل ما أقرأ، كل شوية شوية شوية، خلاص أنا بقيت أوداني وحواسي مدربة على سماع صوت ربنا. وعشان كده يبقى نمرة واحد الالتصاق بالرب، نمرة اتنين من خلال كلامه، نمرة ثلاثة من خلال السهر الروحي. عشان كده الكتاب قال اسهروا، اصحوا واسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. أصل احنا لما هنسهر السهر الروحي هنقدر نكتشف ونعرف خطط إبليس اللي بيحبكها. فاهمين؟ ما هو ازاي أنا أعرف الحروب الروحية؟ ازاي أعرف إبليس بيعمل إيه؟ أنا لما بقعد مع ربنا وأبقى صاحي وسهران سهر روحي على نفسي، والروح القدس وكلمة ربنا بتقدر تكشف لي الخطة ماشية إزاي اللي بيعملها إبليس. يبقى نمرة ثلاثة السهر إيه؟ الروحي، زي ما بطرس قال في رسالته كده، اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر، كأسد زائر والتمس من يبتلع. سهر بمعنى كمان أنا واعي، واخد بالي قوي، واخد بالي أن أبوابي كلها مغلقة، مش مفتوحة للخطية في أي وقت. أنا واعي للي للي بيقدمه إبليس. أنا مش بتسحب مع كل فكرة العدو بيدهاني. مصحصح. ولما أقول مصحصح مش عينيا دول، لا، مصحصح روحي، جوه روحي مصحصحة، حواسي مصحصحة، عارف أميز بصيرتي من جوه مصحصحة. مصحصحة من خلال كلمته، من خلال القعدة معاه، من خلال عينيا عليه. لأن طول ما أنا عينيا عليه إبليس مش هيعرف يوقعني. إيه اللي بيحصل؟ أقع إمتى؟ لما عينيا بتنزل عنه. ده في الكتاب المقدس مين اللي عمل كده؟ بطرس. لما شاف الرب جاي على المية وماشي، فبص كده، ايه ده؟ فقال له ما تخافش انا. قال طب لو كنت انت خليني انا كمان امشي على المية. انا اتي اليك. تعال. بينزل بطرس وعينيه على يسوع، وطول ما هو عينيه على يسوع هو ماشي فوق الموجة، ماشي فوق البحر، ماشي فوق سمك القرش، ماشي فوق اي حاجة. ولا فارق معاه، هو ماشي فوق كل ده. وأول ما بدأ يبص للأمواج وللرياح والعواصف واللي موجود في البحر، إيه ده؟ ابتدى يغرق. عينيه نزلت من عن مين؟ على الراعي. عشان كده، علشان أقدر أمشي في وعنية على الرب الراعي الصالح، إنه نمرة واحد أكون ملتصق بيه، نمرة اتنين بقرأ كلام، نمرة ثلاثة بسهر سهر روحي، نمرة أربعة عيني عليه هو، أنا مركز فيه هو. أنا بقول لكل واحد من فضلك، من فضلك ما تمشيش ورا كلام أي حد. اللي بيودينا في سكة تانية واللي بيخلي عينينا بتنزل عن يسوع وتخلي عينينا تمشي بعيد عن الخطة الإلهية، إن إحنا بنهمل ده وبنمشي ورا كلام الناس، أيا كان الكلام بتاع الناس في كتب ولا في أيا كان. هي حتى لو كان شكله حلو أو يبان روحي. لا، ده أنا هقول تعبير كأب كاهن. فضل. لو أبويا الروحي أو الكاهن في الاعتراف
ما بيقدم ليش ده في المشورة الروحية اللي بيدهاني من فضلك ما تاخدش كلام من بق حد. خد الكلام اللي يتقالك من الكلمة من الكتاب المقدس. لما يقول لك الكتاب بيقول كذا هو ده الكلام المظبوط. لما يقول لك أنا اللي بقول ابعد عن اللي بيقول لك أنا اللي بقول. لأن كلمة الله هي الوحيدة اللي تحكم في حياتي. حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين. وعشان كده الآباء الكهنة أو الآباء المرشدين أو الخدام المرشدين الروحيين اللي بيتمتعوا بكلمة الله وبيشبعوا بيها بيقدروا يخلوا ولادهم الروحيين أقوياء وشبعانين في الروح. وعشان كده يبقى نمرة 4 خلي عينيك على مين؟ على المسيح. نمرة 5 قاوم إبليس فيهرب منك. وده الشق العملي. يعني كل اللي فات ده الناحية الروحية من خلال كلمته، من خلال عناية على المسيح، من خلال الصلاة، من خلال كل حاجة. لكن الشق كمان العملي. أنا كمان علي دور. أيوة. فهمني؟ يعني الباب ده أنا عايز أقفله. يا رب اقفل الباب ده، يا رب اقفل الباب ده، يا رب اقفل الباب ده، ما تقوم تقفله. فهمني؟ الدور اللي علي أنا بقوم أقفل الباب وهو ربنا هيعرف يعمل الحماية. لكن طول ما أنا فاتح الباب زي واحد في علاقة مش كويسة. فهمني؟ يا رب شيل العلاقة دي، يا رب اقفل العلاقة دي، يا رب اقطع العلاقة دي، يا رب اعمل العلاقة دي. طب ما تمسح التليفون. واحد بيشرب سجاير مثلا وعايز يمشي يبقى من ضمن الخراف. يا رب خلينا ابطل، يا رب خلينا ابطل، وحاطط علبة السجاير في جيبه ومصر يعني ومكمل. ما هو حاططها في جيبه. فهمني؟ لا انا عليا دور. المسيح لما راح يقوم لعازر، هو اللي راح يقوم ميت نتن ده، وهو مش قادر يقول للحجر يعمل له كده يجي هنا، ده قادر يقول للجبل كله اعمل كده هيتزعزع الجبل كله. ده الجبال والاكام تتزعزع من نفس بس. صحيح. لكن ليه قال للناس شيلوا الحجر؟ الحجر ده الناس اللي حطته. فهماني؟ زي العادة أنا اللي حطيتها، زي الكوباية الكاس أنا اللي حطيته، زي السيجارة أنا اللي حطيتها، زي الشيشة أنا اللي حطيتها، العلاقة أنا اللي حطيتها، أنا اللي اخترت. فأنا كمان اللي عليا أن أنا أعمل إيه؟ أختار أني أوقفها. بالظبط. وأول ما أعمل كده الموضوع يخلص. طب أنا هقولك اختبار أهو. أنا بعترف على الملأ يعني. أنا قبل ما أعرف الرب أنا كنت بشرب سجاير على فكرة. الناس هتتصدم دلوقتي. ولما قابلت الرب في سنة 87 في الاجتماع وفتحت قلبي للمسيح وسلمته حياتي، كان في حاجتين. أنا مع نفسي قلت إنه إزاي يتفق ده مع ده؟ بس أنا عشان متعود على عادة ومربوط بيها مش قادر أبطلها. فوقفت قدام الرب قلت له بص، أنت موجود دلوقتي في قلبي، وعشان أنت موجود في قلبي ما ينفعش أشرب عليك سجاير تاني. خلاص أنت موجود في قلبي، أنا مش قادر، بس أنا هعمل الدور اللي علي. أدي علبة سجاير اهي، كرهني فيها. الدور عليا عملت. ايوه. انا نزلت من الاجتماع ومشيت. انا رفضت الامر ده خلاص. قمت بالدور اللي علي. وده الجهاد الروحي. انا بقوم بالدور اللي علي والنعمه هي اللي بتكمل. لكن ما اقومش بالدور اللي علي وعايز النعمه اللي تشتغل لوحدي. لا، النعمه مش هتشتغل لوحدي. مش هيحصل كده. فهمني؟ نزلت من الكنيسه وركبت الاتوبيس وكان في واحد قاعد جنبي مولع سيجاره. انا قعدت ارجع من ريحتها. واو. اللي كنت مش بنامشي الا لو هي في ايدي قبل ما انام. واو. ده ايه ده؟
انا قمت بالدور اللي عليا والنعمه هي اللي كملت. أيوة. اللي ما اقدرش انا عليه هي النعمه بتعمله، بس اللي انا اقدر عليه انا مطالب اعمله عشان النعمه تعمل اللي ما اقدرش عليه. فهو ده بنفس القصه. عشان كده نمره خمسه الجهاد الروحي مقاومه ابليس، بقوم بالدور اللي عليا. انا بقاوم ابليس، بقوم الدور اللي عليا، وتكون النتيجه لما بقوم بالدور اللي عليا الرب الراعي النعمه بتقوم بالدور اللي انا ما اقدرش عليه. عشان كده يقول فيهرب منكم. طب ابليس يهرب مني انا؟ يس يهرب. يهرب. يهرب مني امتى؟ لما انا اقوم بالدور عليا، فبيهرب من النعمه اللي بتشتغل. مظبوط. بيهرب من الراعي. yeah. اللي وقف بعصايته. yeah. فهماني؟ لكن انا ما قمتش بالدور اللي عليا. خلاص. انا متهيألي كده لو الناس ما شالوش الحجر وقعد يستهزأوا ما كانش المسيح قوم لعازه. انا بعتقد كده. فعايز انت تقوم، عايز تقوم، عايز تبقى من ضمن الراعي، عايز تسمع صوت الراعي، عايز تختبر الراعي، عايز تختبر عمل الراعي الصالح، قوم بالدور اللي عليك. لازم اخد الخطوة. خد الخطوة. يعني انا المسيح مش هيدخل قلبي الا ما انا اقول له ادخل. اكيد. مش هيستلم حياتي الا انا ما اقول له استلم. مش هيعمل معي معجزة الا انا ما اقول له انا محتاج. مش هيخليني ابطل خطية ولا بطل عادة ولا بطل اي قيد ولا اتفك منه الا ما انا اعمل الدور اللي عليا. وده اللي بنسميه ايه؟ الجهاد الروحي. انا بقوم بالدور اللي عليا، الرب بيعمل باللي عليه. ابراهيم اخد اسحاق وقدمه ذبيحة. بالظبط. هو اخد وقدمه ذبيحة. الرب ساعتها نظر الى ايمانه والى طاعته، قام بالدور اللي عليه. قام بالدور. الرب اللي قال له خد اسحاق وروح اعمل كذا كذا لو انت بتحبني. اوكي حاضر. رغم انه كان ابنه وحيده حبيبه ما فيش غيره. وبقول انه مستحيل ابراهيم يمكن يخلف تاني. خلاص ده واحد بقى عنده كام سنه. ده انا سمعت وقريت ان اسحاق في الوقت ده كان عنده 25 سنه وابراهيم خلفه وهو عنده 100 سنه. يعني ابراهيم كان عنده 125 سنه. هيخلف امتى تاني ده؟ فاهمني؟ ولكن لما حط ربنا نمره واحد وقام بالدور اللي عليه، قال اسحاق حاضر يا رب. فربنا لما يشاور لك على حاجه قول له حاضر يا رب وقوم بيه وشوف الراعي الصالح هيعمل ايه، شوف النعمه هتعمل ايه. اختبر ساعتها بقى المزمور رقم 23. يس. انا قبل ما نروح نتكلم على اللي بيقدمه الراعي لينا زي ما جه في المزمور ده، بس انا عايزه يعني اوقف قدسك واحب قدسك تصلي النهارده لكل حد بيشوفنا وبيسمعنا عايش في علاقه غلط، مستسلم لعاده سيئه متسلطه عليه ومستمر فيها وستيل فاتح الباب ومش عارف يقفله. والنهارده هو بيسمع قدسك وسمع مشاركه قدسك واختبارك وزي رب حررك من السجاير وتسلطها عليك، ان كل حد النهارده تحت تسلط من عدو الخير، تحت امر لا يرضي الرب في حياته. ايا كان كل واحد عارف ايه الحاجه اللي ماسكاني وبعداني واخداني ورا بعيد عن الراعي بتاعي ومخلياني زايغ عنه وبعيد عنه، النهارده يجي قدامه كده وبسهوله يطرحها ويسلمها من غير معافره ومجاهده عشان يقدر يتمتع بعمل هذا الراعي العظيم في حياته. امين. فادر يوسف. يا رب يسوع انت اله صالح وراعي صالح. انت مكتوب عنك يا رب المحتاجون اليك. عمرك يا رب ما حش نفسك عن حد طلبه ولا احتاج اليك. وزي ما سمعنا النهارده من داود واختباره، يا رب ادي قوه ومعونه وشدد كل رب ركب مرتخيه، شدد يا رب كل واحد سمعنا عنده عادة، عنده علاقة، عنده كيف معين مربوط بشيء معين. الهب قلبه يا رب بمحبتك، افتح عينيه على شخصك،
اديه وشدده ان ياخد القرار يا رب معاك النهارده، واديله غمر من نعمتك ومن روحك، اديله نقلة جديدة وحياة جديدة، اديله ثقة فيك يا رب، اديله عينين مفتوحة عليك لكي يرى ما لا يرى. يا رب انا بثق ان كل واحد طلبك، وبثق ان كل واحد يا رب خد قرار النهارده وطرح يا رب وقام بالدور اللي عليه، انت يا رب ايدته بقوه من الاعالي وبنعمه وبسنده، والنعمه عملت فيه بالايمان. اشكرك يا رب على كل واحد خد قرار ونعمتك زارته النهارده. آمين. شكرا. امين 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 يا تونا. ازاي بيظهر الراعي الرائع دوت العظيم ده اهتمامه بالرعيه بتاعته؟ المزمور ده فظيع جدا، فظيع بجد يعني. نمره واحد زي ما قال داود ما بيخلينيش احتاج حاجه، لا يعوزني شيء. الراعي الصالح يعرف يدي العلوفه في حينها، يعرف يطبطب على اللي تعبان، يعرف يداوي المجروح، يعرف يشوف الخروف اللي فيه جرب ويجيب العلاج ويداويه، يعرف يقدم الغذاء في الوقت المناسب والمناسب لكل واحد من الخراف بتاعته. فيه السمين اللي مش محتاج كتير غذاء لكن محتاج حاجات تانية. أيوة. محتاج يتعلم ازاي يكون رغم ان هو سمين لكن في نفس الوقت ازاي هو يكون صورة للمسيح. وفيه اللي جعان يعرف يديله العلوفة في حينها ويشبعه. الراعي الصالح أول حاجة بتبان في رعايته إنه لا يعوزني شيء. نعم. الكتاب بيقول إنه أشبعني من كل خيرات، أشبعني من كل خيرات، يعني من كل ناحية. عشان كده داود يقول إيه؟ الرب راعية فلا يعوزني شيء. نعم. الرب راعية فلا يعوزني شيء. الرب زي ما كنا بنقول من شوية لما شاف احتياج إبراهيم إلى شيء مكان إسحاق دبره له. أصله يهوى يرى. هو شايف. أحياناً إحنا ما بنبقاش عارفين إيه اللي محتاجينه على فكرة، وحاسين بجوع، حاسين بحاجة نقصانة، وحاسين وحاسين وحاسين، ونبص الرأي الرب يعملها بطريقة فوق التوقع، عجب العجاب. ايه ده يا رب؟ اصل انا الراعي الصالح، انا اللي وعدت انه لا يعوزك شيء. عشان كده يقول الكتاب لن ارى صديق تخلي عنه، ولا ذريه تلتمس له خبز. ايه ده؟ اصل انا اعرف اسدد احتياجاتك. وعايز اقول ان الراعي الصالح مش بس بيعرف يسدد احتياجاتي الماديه الجسديه، لا، لو حصرنا ربنا في الماديه الجسديه وبس، ده بقى اله اكل وشرب، وده مش الاله اللي احنا بنعبده، مش ده الاله اللي بنحبه اللي حبنا. الله بيعرف يسدد احتياجاتي الروحيه. ايوه. يعرف يسدد احتياجاتي النفسيه. مظبوط. يعرف يسدد احتياجاتي الجسديه، يعرف يسدد احتياجاتي من كل اتجاه. يعني احيانا بتبقى الظروف ضغطه جدا على الواحد قوي قوي، وابليس عايز يجيب له ياس وكابه بكل الطرق، ونبص نلاقي الرب يروح زياره نعمه، تروح رفع الواحد فوق كل ده، تروح فاتحه عينيه على حته تانية، على مشهد تاني خالص. ايه ده يا رب؟ انا عارف احتياجاتك لايه. احيانا يجي تليفون من شخص بكلمات تعزية وكلمات سندة وكلمات ايه ده؟ ده الرب اللي بعته. الموضوع مش موضوع شخص. احيانا تبص تلاقي مش عارف انت جيت على بالي، يبقى واحد مثلا ايه بقاله شهور ولا سنين ما تكلمش في التليفون، تبص تلاقي التليفون رن. انت مش عارف انت جيت على بالي قوي، انا مشغول بيك وعمالك اصلي من اجلك. ايه ده؟ ده امتى افتكرني؟ ده الرب. يس. ده شغله هو اللي فوق. عشان كده اول حاجه
الرب الراعي الصالح بيعملها انه ما بيعوزنيش لحاجه طالما انا بقيت من ضمن الخراف بتاعته. طالما انا بقيت سلمت مسؤوليه حياتي هو لا يعوزني شيء. لا يعوزني شيء. انا عندي اختبارات شخصيه لنفسي في القصه دي ماليها اول من اخر. ودي اللي مخلياني مسنود ولا فارق معايا حاجه. انا عارف انه ليا راعي بيعرف يسدد كل احتياجي. كل حاجه. ايه ده؟ دي نمره واحد. وعشان كده لما كنا بنتكلم دلوقتي على ابراهيم اول ما شاف محبته اوعى تمد ايدك يا ابراهيم. ده في سفر التكوين. ايه يا رب؟ انا مش هذبح اسحاق. لا 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 انا عايز اشوفك بس انت بتحبني ولا لا؟ بص وراك يا ابراهيم. بص كده لقى ايه؟ الكبش مربوط. كبش مربوط. وده كان بيرمز للمسيح الفداء اللي فدى عظيم. ابراهيم وفدى اسحاق وفدى كل البشريه وهو شخص يسوع الراعي الصالح اللي احنا بنتكلم عنه. بارك اسمه. نمره اثنين بيعمل ايه؟ بيحطني فين؟ في مراعي خضر. في مراعي خضر. مراعي خضر. عشان كده يقول في مزمور 92 الصديق كالنخله يزهو كالارض في لبنان ينمو. انا ما شفت الحقيقه على مدار سنين عمري انا ما شفتش حد مشي مع ربنا وحب ربنا وربنا اعوزه لشيء. احكي قصه من تاريخ الكنيسه. اتفضل. انا بحب خسائر القديسين قوي قوي قوي. ايوه. كان في قديس في الكنيسه اسمه الانبا بولا. ده اول السواح بيطلق عليه في الكنيسه عندنا اول السواح. وعايش كل يوم الغراب يجي له ربنا سخر غراب يجيب له نص رغيف ياكله القوت بتاعه زي الفل. وعايش اليوم كله في سياحه مع ربنا. وفي يوم قديس تاني كان بيصلي وربنا قال له ده انت لسه ما وصلتش لواحد جوه. مين ده؟ ده كان الانبا انطونيوس اب الرهبان. اب الرهبانه كلها في مصر. فالروح يقول له خش جوه انت هتشوف. والروح ياخده ويوديه فين؟ عند الانبا بولا. واول ما شافوا بعض عرفوا بعض. ايه ده؟ ده الروح بيكشف. وقعدوا يصلوا مع بعض يصلوا مع بعض. وجه وقت الاكل ويجي الغراب معاه رغيف. مش نص رغيف. مش نص رغيف. وكأن الرب بيقول ايه؟ انت نص يا انبا بولا وانت نص يا انبا انطونيوس. اصله انا شايفكم وعارفكم. اصله انا الراعي الصالح. عشان كده الراعي الصالح يعرف يسدد كل احتياجاتي في الوقت المناسب. والكتاب قال لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. يبقى نمرة اثنين انه هو في مراعي خضر يربطني. هو يعرف. هو يعرف يخلي امرأة أرملة تعول إلي. هو يعرف يخلي كوز الزيت لا يفرغ وكوار الدقيق لا يفرغ. هو يعرف. هو يعرف يحطني في قديس تاني. أنا بحب القديسين أوي. في قديس تاني اسمه أبو نفر السائح. القديس ده حب ربنا أوي وساب الدنيا باللي فيها وقعد عايش في الصحراء. يقوم ربنا يطلع له نخلاية كده فيها 12 زباطة. عارفة الزباطة بتاعت البلح؟ وكأنه بيقول له كل شهر زباطة. ويطلع له نبع مية في الأرض. آدي المية وآدي الأكل. مش أنت حبيتني وأنت سبت الكل عشاني؟ أنا هسيبك إزاي يعني؟ أسيبك إزاي؟ عشان كده في مراعي خضر
يربدني إلى ميات الراحة يوردني. بتعمل يا رب؟ أنا بحطك على جدول مياه عذب وهو الروح القدس. الروح القدس اللي يشددك، الروح القدس اللي يمتعك، الروح القدس اللي يرشدك، الروح القدس اللي يقودك، الروح القدس اللي يملك ثمار، الروح القدس اللي بيعمل بيديك المواهب المطلوبة. الروح القدس هو معاك، يريحك ويعزيك، يريحك ويعزيك ويسندك ويعضدك ويطبطب عليك. ايه ده؟ هو ده مئات الراحة. عشان كده الراعي الصالح مش اي حد. بس كده؟ لا مش بس كده. اقري كده في المزمور يقول ايه. طب انا مشيت شويه كده ايه ونعست كده، يعني خدت كده ايه، فرجلي كده زلت شويه. يرد نفسي. يعمل ايه هو الرب؟ يرد نفسي. خلاص هو رجله زلفت، سيبوه سبول البر، اضربوه بالنهار. لا لا لا، عدو شلوه، عدو على جنب، عدو على جنب. لا لا لا، أصل ده كبر في السن، اركنه على جنب. لا 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 لا، الرب مش كده، الرب مش كده خالص. أصله راعي صالح. يعمل إيه؟ أول ما يشوفني كده بحوت شمال يردني، يروح يعمل إيه؟ لا حبيبي تعالى اعدل السكة كده. إيه يا رب؟ ما أنا سهران عليك يا حبيبي من أجل اسمه. ما أنا سهران عليك. ليه سهران عليا؟ اصله انت اسمي دعي عليك. ايوه، فدي بقت مسؤوليتي انا، دي بقت مسؤوليتي انا. لما لقى داود حوت شمال شويه راح رده. ايه ده؟ انت شايف؟ انا شايف، اصل انا الراعي الصالح عشان اسمي اللي دعي عليك. لما لقى بطرس حوت شويه، اتحبني يا بطرس؟ ما انت عارف يا رب. اتحبني يا بطرس؟ انت عارف يا رب. ما انت عارف كل حاجه بقى. ايوه ما انا عارف كل حاجه. ما انا بدويك يا ولد، تعالى كده، ما انا عايزك تعدل السك. وبعديها لما رد نفسه ورد يونان، رد داود، رد 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 رد، ايه ده يا رب؟ انت شغل. انا ساهر على الرعيه، انا مش هسيب خروف يضيع من ايدي ابدا ابدا. انا برد نفسه. مبارك اسمه. فهمني؟ احيانا ربنا بيرد نفسي بطريقه شويه ايه، احنا مش قاسيه، لكن ربنا احيانا بيحتاج بيشوف فينا حته زياده كده، بيروح عامل ايه. ده مش ربنا عشان قاسي، لا هو مش قاسي ولا حاجه، هو عايز يرد نفسي. عشان كده داود يقول ايه، رد نفسي الى ايه، سبل البر. انا عايزك تمشي في الخط المستقيم يا حبيبي. طالما انت تبعتني وسلمتني حياتك، انا دوري امشيك، تبقى صورتي، تبقى صورتي. بس كده لا، ده كمان بيحميني من الشر. ايوه، ما يتركنيش ابدا، لانه يخبئني في مظلته في يوم الشر. لا يمكن الرب يسيبك فريسة أبدا لحد. يسترني بستر خيمتي. حتى لو حودت شوية منه مش هيسيبك فريسة، أصله راعي صالح. يخبئني. زي ما بيقول كده داود يقول إيه؟ وأيضا إذا سرت في وادي الظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. احيانا الناس تفتكر انه الرب انا حودت شويه فالرب خلاص سابني كده للاعداء ياكلوني. لا ما بيحصلش، ما بيحصلش خالص. بيحميني من الشر، ما بيتركنيش، زي في مزمور 20 عدد 7 او 20 عدد 8. هؤلاء بالمركبات وهؤلاء بالخيل، أما نحن فاسم الرب إلهنا نذكر. هم جثوا وسقطوا، وأما نحن فقمنا وانتصرنا. فقمنا، يعني احنا كنا واعيين. حصل ايه؟ قمنا وانتصرنا. الرب الراعي الصالح هو اللي عمل كده.
عشان كده الرب الراعي الصالح لما بسلمه حياتي بيقودني من كل النواحي، اخر حاجه بيسندني ويعزيني في الغربه. الغربه صعبه بس اللي بيعزينا فيها ان الراعي الصالح جنبي ومعايا وبيسندني، مش هيخليني اقع، مش هيخلي رجلي تزل ابدا، بيشبعني وبيرويني فلا احتاج الى شيء. اخر حاجه بقى اختم بيها، خير ورحمه يتبعاني كل ايام حياتي. هختم بايه حلوه قوي قوي انا بحبها، في مزمور 37 عدد 25 يقول ايه؟ ايضا انا كنت فتى وشخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذرية تلتمس له خبزا. هللويا. ليه؟ اصل الرب صالح وراعي صالح عظيم. انا بطمن كل واحد، مشيتك مع الراعي هتكسبك كل حاجة، وعمرك ما هتخسر حاجة، ولا حد هيقدر يكسرك، ولا حد هيقدر يخطفك، ولا حد هيقدر يجيبك الأرض، عشان إلهك قوي، إلهك يعرف يسندك وما يخليش حد يقدر يكسرك أبدا. اطمن ما تخافش. يس أمين يا أتسابونا. إحنا فضل لنا دقيقة بس، أنا عايزة أطلب من قدسك تصلي مرة تانية إنه رب يملى النهاردة بسلام وأمان، ونيجي النهاردة ونلتصق بهذا الراعي فنضمن سلامنا وأماننا، لأنه بعيد عنه مفيش ولا فرح ولا راحة ولا سلام، حتى لو كل شيء متوفر، يعني حتى لو كل احتياجاتنا مسددة. وياما بنشوف ناس مش محتاجين لأي حاجة لكن تعبانين وفي مر، لأن هم افتقدوا أعظم وأهم حاجة في حياتهم، هو وجود الرب يسوع اللي بيملى القلب بالراحة والسلام، والروح القدس اللي بيملى القلب ويفيض بالفرح. ودي حاجة مش ممكن يعملها غير الروح القدس، حاجة فوق تفوق العقل، ومش مستندة أو معتمدة على أي شيء في الأرض أو أي شيء أرضي. يا رب يسوع احنا بنباركك وبنعظمك، أنت إله صالح، أنت راعي صالح، أنت راعي نفوسنا العظيم. يا رب أنت دفعت تمن حياتنا وتمنى على الصليب، ما قبلتش يا رب أنك أنت تبخل علينا بحاجة. يا رب من فضلك افتح عينين كل شخص سمعنا عليك، وادينا أن احنا ندرك ونعرف أنك أنت الراعي الصالح العظيم، الراعي اللي بتسند، الراعي اللي بتطمن، الراعي اللي بتدي سلام وتدي أمان، الراعي اللي بتسدد كل الاحتياجات الروحية والنفسية والجسدية، الراعي اللي مهتم بكل تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة. افتح عينينا علشان ندرك ما هو لينا فيك، وندرك انه انت في كل الغنى وفي كل الشبع وفي كل الراحة وفي كل الصفات. يا رب ادينا ان احنا نعيش حياتك، ادينا ان احنا تطبع صورتك فينا ونكون شبهك يا رب، ادينا ان احنا نعرف صوتك ونميز صوتك ونتبعك يا رب فلا نخزى ابدا. بارك كل رب شخص سمعنا، وشدد كل واحد محتاج اليك يا رب، واسند كل واحد يا رب، وايد كل واحد بقوه من الاعالي. نعم، واعلن شخصك لكل نفس يا رب انك انت الراعي الصالح اللي بذلت نفسك من اجله. بارك كل رب العاملين، وبارك كل اللي سمعونا، واجعل كلمتك يا رب تأتي بالثمر المطلوب 30 و60 و100 في اسم يسوع. أمين 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 أمين. مشكورك جدا يا أتسابونا، ربي يديب كهنوتك ويستخدمك بركة في كل مكان، ودي لك كل قوة ونعمة وصحة. مشكورك جدا لوجودك معنا. أحبائنا في نهاية الحلقة بشكركم جدا على المتابعة، رب يكون معاكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى.
الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم، بتذيع بشرى وسرور وبتطرد كل هموم. شريه.